إليك طريقة تداول العملات على منصة التداول المتطورة MetaTrader 5. لتتمكن من التداول ستحتاج إلى حساب تداول ممول. يمكنك تغذية حسابك عند تسجيل الدخول إلى حسابك في بوابة العملاء، ثم سجل الدخول إلى حسابك على منصة MetaTrader 5 باستخدام معلومات حسابك الخاصة بمنصة التداول والتي تم إرسالها إليك عبر البريد الإلكتروني عندما قمت بإنشاء حسابك من منصة MetaTrader 5. اضغط على الأسعار لمعرفة أسعار جميع أزواج العملات التي نوفرها. كما يمكنك الاطلاع على أزواج العملات أو البحث عن زوج محدد باستخدام شريط البحث. نوفر لك أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة بفروقات سعرية ضيقة تبدأ من صفر نقطة. اضغط على إشارة الزائد لإضافة زوج عملات جديد إلى قائمة العملات التي تراقبها. اختر زوج العملات التي ترغب بتداولها واضغط على تداول. يمكنك أيضاً فتح صفقة جديدة من خلال الذهاب إلى تداول في شريط التنقل ثم النقر على علامة الزائد في زاوية الشاشة العليا. كما يمكنك من نفس الشاشة عرض قائمة المنتجات أو اختيار منتج آخر عبر الضغط على رمز المنتج أعلى الشاشة. انقر على رمز زوج العملات لتبدأ في تنفيذ صفقة تداول جديدة. اختر طريقة تنفيذ الصفقة عبر النقر على تنفيذ السوق واختر ما يناسبك من الخيارات المتاحة. قم بتحديد حجم العقد. يمكنك الاختيار من عقد مايكرو وهو ما يساوي 0.01 من حجم العقد الكامل حتى 150 عقد. حدد أمر إيقاف الخسارة للحد من المخاطر المحتملة، وحدد أمر جني الأرباح لتحديد السعر الذي ستغلق عنده الصفقة تلقائياً. اختر سياسة تنفيذ الصفقة ثم اضغط على Buy by Market لاتخاذ مركز شراء أو Sell by Market لاتخاذ مركز بيع. يرجى الأخذ بعين الاعتبار أنك يمكنك تنفيذ الصفقات فقط خلال أوقات عمل الأسواق. لتبقى على المسار الصحيح، راقب تداولاتك وابقى على اطلاع بأحدث التحركات السعرية والصفقات المفتوحة من خلال شاشة تداول. اضغط على إغلاق المركز لإغلاق الصفقة. يرجى ملاحظة أنك لن تتمكن من إغلاق صفقاتك خارج ساعات عمل الأسواق المالية. تحقق من رصيد حسابك في بوابة العملاء لتتتبع أرباحك أو خسائرك. يمكنك تقديم طلب سحب أرباحك من أمر السحوبات في القائمة الرئيسية. يرجى العلم أنك تستطيع سحب إيداعاتك في أي وقت، ولكن ستتمكن من سحب أرباحك بعد أن نقوم بالتحقق الكامل من حسابك. تذكر أن الأسواق كثيرة الحركة وأن التداول ينطوي على مخاطر.